طالبينا تاني. مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال مع برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنقول لكم الأول كل سنة وانتم طيبين، هلت علينا روائح الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وجميع الأمة الإسلامية بالصحة والسعادة، وربنا يعود عليكم وعلينا الأيام كلها بخير. النهاردة بإذن الله مع حضراتكم هنعمل أربع أطباق حلو وحادق. هنعمل مع حضراتكم رز البسمتي، وهنعمل كفتة الحاتي بكل مشاكلها هنحلها لكم بطريقه مبسطه وسهله جدا جدا، وهنعمل مع حضراتكم الاوزي، وهنعمل الحلو الشكلمه. وتعالوا مع بعضنا نبدا نقول بسم الله على بركه الله. اول حاجه هنعمل مع حضراتكم الرز البسمتي. معانا كيلو من الرز البسمتي. الرز البسمتي اللون الاصفر بيتنقع حوالي 10 دقائق بالظبط في ميه دافيه مع معلقه من الخل، معلقه من الملح، واسيبه 10 دقائق. بعد كده بصفيه واغسله كويس، وواحد عدد من البصله، وواحد من الجزره، والفلفل الالوان على حسب الرغبه. هنعمله بطريقه مبسطه وسهله. واول ما نبدا نقول بسم الله على بركه الله، حطينا معلقتين زيت ومعلقتين سمن، وننعم البصله بتاعتنا بسم الله. هننعم البصله وهننزل بيها في معلقتين الزيت ومعلقتين السمن. بيتعمل ليه كذا طريقه وكذا شكل، هنبدا مع حضراتكم اول طريقه ليه. اللي عايز بالمعيار بالظبط، على كل كوباية من الرز المنقوع بياخد كوباية ونص من البيون أو الشوربة بتاعتي. طبعا النهاردة الشوربة بتاعتي عاملها بسم الله، الشوربة بتاعتي عاملها ضايف عليها جزر وبصل وفلفل ومرق الدجاج، وطبعا واخد حاطط فيها العظمة واخدها من الجزار عملناها حطناها فيه عشان نعمل أحلى بيون مع بعضينا. زينا بالبصلة وفصين الثوم، بعد كده ننزل فلفل الالوان، وهننزل الفلفل الاخضر، زي ما احنا شايفين اهو قطعنا الفلفل الاخضر والاصفر، نزلنا بالبصله ونزلنا بالفلفل، وهننزل بالجزر المبشوره، بعد كده اقلب. ممكن نحط خضار، نضيف عليه الخضار، لكن احنا النهارده الاوزي بتاعنا هنعمل معاه خضار، فهنعمل الرز البسمتي بطريقه كويسه عشان تطلع مع كفته الحاتي، عشان خاطر حضراتكم اللي الرز بيتلت معاه او بيبوظ معاه بالمعايير. بننقع الرز يكون لونه اصفر. ننقع الرز 10 دقائق بالظبط في ميه دافيه مع معلقه الخل ومعلقه الملح. الرز البسمتي طويل الحبه، معلقه الخل ومعلقه الملح، ننقعه حوالي 10 دقائق ونصفيه كويس. بعد كده نزلنا بالبصله والثوم والفلفل الالوان، هننزل بالرز بسم الله. ننزل بالرز بتاعنا ونضيف عليه التوابل الجميله، صفار الزعفران ربع معلقه، او الكركم الاصفر. الكركم ريحه وشكل. ونضيف الملح بتاعنا، صفار الزعفران بيدي لون جميل جدا، متوفر كتير في المواد العطرية في عند العطار. هنضيف الملح، بعد كده بضيف السبع توابل بتوعي اللي متعودين عليهم، حبهان، ورق اللوري، جوز الطيب، الفلفل الأسمر، كزبرة، الكباب الصيني. سبع توابل مع بعضيهم بجيبهم وأطحنهم في البيت زي ما اتفقنا من الحلقة اللي فاتت. بعد كده بقلب، اديله تقليبه وانزل بالبيون بتاعي على طول، مش محتاج حاجه عشان ياخد التركه الجميله مع اللون الممتاز. هنطلعه مع حضراتكم وهنديله فحمايه، عشان طبعا احنا النهارده يوم مشاوي، فعشان كده انزل بالبيون بتاعي بسم الله. ضيف عليها البصلة والفلفل، بتطلع اللون الفاتح الأبيض، ما بتغمقش معايا الشوربة معايا خالص. هنزل بيها. بعد ما حطينا البصلة وحطينا الفلفل الأخضر والألوان الأشكال الجميلة والجزر، ضفنا الرز، مع حضراتكم المقادير لو عايزين تصوروها.
على الشاشه على طول. اللي مش عايز يعاير على كل كوبايه كوبايه ونص، دي معيار. اللي مش عايز يعاير بياخد حوالي سنتي بالظبط بعد الرز بتاعي، بيغطي الرز سنتي. الرز بتاعي منقوع، لو مش منقوع بسم الله، لو مش منقوع بياخد الضعف طبعا، كوبايه عليها كوبايتين سنتي بالظبط اهو. وهنبدا نسيبه على نار عاليه لمده 5 دقائق، بعد كده نهدي النار على الرز عشان نتقل على الرز يستوي مع حضراتكم واحده بواحده اهو، في الحلو وفي الحادق. اكله بسيطه مصريه هنقدم لكم كل حاجه، ونعلي عليها، ارفع يا محمد، ونغطيها ورقه السيلفر، اللي ما عندوش سيلفر ما فيش اي مشاكل، ونديها الكبسه بتاعتها عشان يطلع لنا الرز البسمتي الجميل. بعد ما خلصنا الرز تعالوا نخش على كفته الحاتي. كفته الحاتي كتير قوي الكفته بتسيب مننا على الفحم، او الكفته بتسيب في الفرن، الكفته بتبوظ. النهارده باذن الله هنعملها لكم بتركات حلوه وجميله، اعملوها بنفس الطريقه. نطلع فاصل ونرجع على طول مع حضراتكم. ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا رز البسمتي. تعالوا نخش بقى على كفته الحاتي على طول، وهنبدا نقول مقاديرها. كفته الحاتي نعملها بنظام او بالتركه بتاعتنا المظبوطه المصريه، في اكله بسيطه مصريه تطلع معاكم مظبوطه 100% ومش هتتفتفت، او مش هيجرى لها حاجه في الفرن او على الشوايه. والسر بتاعنا هو عباره عن كيلو من اللحمه، كيلو من اللحمه الفخده الحمراء، بنحط عليها ربع كيلو من الدهن الضاني، وحوالي عدد من البصل، واللي عايز يحط توم يحط، لكن الخضرة بتاعتنا الشبت أو البقدونس بنضيفها. 1 كيلو من اللحمة، 1/4 كيلو من الدهن الضاني، اللي ما بيحبش الدهن الضاني ياخد حاجة أو يقول للجزار 1/2 كيلو من الدوش مع 1/2 كيلو من الفخدة ويفرمها. نسبة الدهن ما تعديش اللحمة بتاعتنا في التركات بتاعتنا الصحيحة عشان تطلع معاكم مظبوطة. 1 كيلو من اللحمة على 1/4 كيلو من الدهن، 2 عدد من البصلة، وربطة شبت وربطة بقدونس، وشوية التوابل ما حطناهاش لسه طبعا عشان هنعملها، بمعلقتين من الدقيق، دقيق على الكفتة عشان تطلع معايا الناتج مظبوط 100% وتكون في التلاجة. يعني أفرز الحاجة، لو فرزنا اللحمة قبل ما نفرمها بيكون من الأفضل لما تتفرز. بعد كده بنضيف عليها التوابل الجميلة، 7 توابل المواد العطرية الحلوة، وبنضيف عليها 1/4 معلقة من البيكنج باودر. والمقادير مع حضرتك على الهوا على طول، 1/4 معلقة من البيكنج باودر، ونحط الملح بتاعنا ملح خفيف، الملح والسكر نبعد عنه على قدر على قد ما نقدر، ربنا يكفينا شره. ونبدا في التركه بتاعتنا الجميله، بعد ما فرمنا الحاجات الحلوه نفرمها وشين ناعمين، ونبدا نخدمها كويس جدا جدا. كل ما نخدم الكفته بتاعتنا كل ما تكون احسن في ان هي تمسك معانا في السيخ. هنعملها بطريقه حلوه ومظبوطه من غير ما ندخل لكم من مكان، طبعا ربنا يوسع الناس كلها، اللي عنده مكان واسع وعايز يستخدم الشوايه مفيش اي مشاكل. كل دقيقه بالظبط وهي على الشوايه بتقلبوها عشان نشمعها. خدمناها كويس جدا بعد ما حطينا 2 معلقة الدقيق والبيكنج باودر 1/4 معلقه والخضره الجميله والملح والتوابل. هنولع لها فحمه ونحطها الاول في الفرن البوتاجاز في نص الفرن. درجة الحرارة ديت مالهاش درجة حرارة، من 180 وطالع مفيش أي مشاكل.
نفتح عليها زي ما احنا عايزين. بعد كده بنجيب العيدان او الخلة بتاعتي، خلة الشوي مشهورة جدا بتتباع، وبعمل معاها بصلة وواحد عدد من الطماطم والفلفل. ده بعملها عشان ابل ايدي فيها في الكفتة، وبعدين قطعة صغيرة بسم الله على بركة الله اخد ثلاثة من العيدان الخشب وابصمها بايدي زي ما احنا شايفين اهو، بس زي ما بكف الايد واضغط ضغط كامل براحتك خالص، مرة في مرة بتتعودوا عليها وسهلة جدا جدا. وهقول لكم برضو على الطريقة دلوقتي اللي ما عندهوش الخلة دي هتعمل ايه، عشان ما نحرمش اي حد خالص ان هو يعمل كفتة الحاتي بالطريقة الجميلة السهلة البسيطة. وفي الصينية مدهونة اي مادة دهنية وانزل بيها. هنعمل مع حضراتكم واحدة تانية ايه، بسم الله باخد قطعة صغيرة وبصم قبل ايدي في البصل والطماطم والفلفل، بيعمل له طعم جميل بسم الله على بركة الله، وبكف الايد واضغط واحدة واحدة اهو مع حضراتكم ايه. وفي القفل اللي فوق اقفل من هنا ومن هنا واقدر وبص بصبعين الاثنين واضغط ضغطة بسيطة خالص واحدة واحدة ايه، وادي ايه على الاقل ننزل بيها بالراحة خالص. نغير الكلبز بطريقات سهلة وبسيطة جدا جدا، بتقدر تفرحي وتعملي أكلة سريعة جدا في لحظات. توقيت كل الأكلة بتاعتنا ما بتكملش ساعة مع الحلو، بيبقى سهلة وبسيطة بسم الله بضغط الإيد اهو، مرة في مرة على طول زي ما احنا اتفقنا بنتعود عليها. وبتقعد حوالي في الفرن 5 دقايق، ما تطولوش فيها في التسوية لأن هي ما بتاخدش سوى خالص. 3 عيدان مع بعض اهو، واللي ما عندوش خلة هنقول له الطريقة بتاعته على طول الوقت برضو. بسم الله أبل إيدي وأبدأ أشتغل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنعمل أحلى كفتة. بعد كده بمعلقة لو عند حضرتك سيخ الفرن، سيخ الشواية تشتغلي بيها، لو عند حضرتك معلقة مسحوبة برضو تشتغلي بيها. المهم ان هي تعمل لي تجويف بسيط خالص في الكفتة، ما تكونش كبسة معلش، وحتة صغيرة برضو على المعلقة. بأقل الإمكانيات بنحاول بكل إمكانياتنا أو بحاجات بسيطة نطلع تركات مظبوطة 100%، وفي الآخر الطعم بتاعنا بيطلع تمام زي ما احنا شايفين اهو، سهلة جدا جدا في المعلقة كمان بطريقة سهلة وبسيطة. اللي ما عندوش أي حاجة زي ما اتفقنا، اتفضل يا محمد، خلصنا الخلة اهي، واحدة واحدة مع بعض اهو نبل إيدينا ونضغط سنة بسنة بكف الإيد أو براحة الإيد اهي، واحدة واحدة معاكم في كل حاجة هندخلها كل البيوت. ربنا يفرحكم دايما يا رب، ويجعل أيامكم كلها خير وفرح وسعادة بكل إمكانياتنا وبكل بساطة. يا رب يكون الشرح بتاعنا يكون بسيط عشان نعمل لكم أحلى تركات وأحلى حاجة ومستمرين معاكم. أدي المعلقة التانية، وزي ما اتفقنا لو عند حضرتك برضو سيخ أي سيخ شواية بنشتغل بيها عادي جدا وسهلة قوي مش صعبة. كيلو اللحمة عليه الربع كيلو من الدهن، وعلى البصلة مع الخضرة الجميلة. اللي عايز يستغنى عن الخضرة مفيش أي مشاكل، لكن احنا بندي حاجة صحية ويكون مظبوطة 100% ومش هتفك معاكي ما تخافيش خالص. المهم ما تنسهاش وتسيبيها في الفرن فترة كبيرة، 5 دقايق بالظبط هنشوفها دلوقتي بالتركة الجميلة. كده احنا خلصنا، وادي التانية اخر حتة هندخلها الفرن حوالي 5 دقايق بالظبط، من 5 ل7 دقايق هنشوفها ونطلع تطلع معانا. هنحط لها الفحمية الجميلة هنشوفها مع حضراتكم، كل حاجة هنشوفها معانا. تعالوا نخش على الطبق الثالث، هو الأوزي مشهور جدا في بلاد الشام في سوريا. هو عبارة عن ورق الجلاش محطوط مع ورق الجلاش، هنعمل له حشوة جميلة بالرز. وادي الرز بتاعنا بدأ يستوي، اهد عليه النار شوية عشان ما ننساهوش وما ننساش الفرن برضو نفس التكرار.
بعد ال5 دقايق بالظبط من هد الفرن. بعد كده نبدأ في الأوزي بتاعنا الجميل. تعالوا نعمل الأوزي. هو عبارة عن هناخد 1/2 كيلو من ورق الجلاش والبسلة بالجزر، وهناخد لحمة مفرومة، عملنا 1 كيلو من اللحمة أو 1.5 كيلو من اللحمة على حسب مقدار العائلة بتاعتكم. هناخد حاجة بسيطة من اللحمة المفرومة وهننزل بيها بواحد عدد من البصل، واحدة واحدة مع بعضيكم اهو. سكينة يا محمد، بسم الله. مشهور جدا في سوريا، وهنعمله بتركة مصرية جميلة وسهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. هتاكل معاها الكفتة المشوية مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والخبز السخنة والعيش السخنة، هيبقى طعمه جنان مع السلطات. اي حاجة من الحاجات ديت ممكن تتعمل لوحديها وتتعمل وجبة ممتازة. وجبتنا كلها كاملة بطريقة مبسطة وسهلة. ننزل بالبصلة بعد كده بالبسلة والجزر، بعد كده ننزل باللحمة على حسب الرغبة. في ناس بتحط فيها مكسرات، كله على حسب الإمكانيات. اللي عنده إمكانيات إن هو يجيب مكسرات ضيفوا مكسرات، مفيش أي مشاكل. اللي ما عندوش خلينا معانا بنفس التركات، هيطلع طعمه برضو مظبوط 100%. حاجة جميلة. نزلنا بالبسلة والبصل والجزر، ممكن تضيفوا فلفل ألوان برضو مفيش أي مشاكل، أو فلفل أخضر على حسب الرغبة، بيعمل تيست ممتاز او طعمه كويس. بنعمل كل حاجه قدام حضراتكم عشان لما تيجي تعمل لحضرتك في البيت ما يكونش لينا اي حجه خالص. بكل تركاتنا والمقادير مع حضرتك على الشاشه على طول، صوريها. واي حاجه تحتاجوها ابعتوا لنا على صفحه البرنامج اكله بسيطه مصريه، او على اليوتيوب برضو اكله بسيطه مصريه للشيف ماجد، هيطلع معاك لاي اسئله او اي استفسارات تحت امركم. أم نادية السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ أهلا، مرحب مرحب أم نادية، مرحب. معاكم أم نادية. ازيك يا أم نادية؟ وعليك الله يخليك يا أم نادية، تسلم، الله يحفظك. الله ينور عليك ويبارك لنا فيك في أكلاتك. تسلم تسلم، الله يبارك لك، تسلمي. الله ينور عليك يا شيخ، كل اللي بتعمله جميل والله. الله يحفظك يا أم نادية، تسلمي لي. يا رب يكون المعلومة بتوصل لكم بطريقة سهلة ومبسطة. تمام تمام جدا والله يا شيخ. عند حضرتك أي سؤال؟ الله يخليك يا شيخ، ما نتحرمش منك. تسلمي 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 يا ام نادي، ربنا يبارك فيكي ويديكم الصحه يا رب ويحفظكم، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا ليك يا ام نادي، وخليكي معانا صديقه البرنامج. الحاجه تستوي معانا، تعالى بقى نشوف الرز بتاعنا على الهواء مباشر تلقائي. نقول بسم الله، نديله معلقه بسيطه خفيفه خالص من السمن. الرز بتاعنا اهو، ونخلي بالنا من الفرن يا محمد. حاجه جميله، تطلع الريحه والطعم ان شاء الله هيعجبكم 100%. زي ما احنا شايفين رز بالواحده مفلفل وهيستوي معانا. نجيب فحمه صغيره، ماشي. وتعالوا نشرح بقى الاوزي بتاعنا هنقدر نعمله ازاي. نغطي الرز بتاعنا ونقلب الخضار الجميل مع اللحمة المفرومة، ونديله شوية من التوابل. نشوف العين خالص عشان نشوف. خلاص احنا كده خلصناه، نجيبه اهو على الهواء مباشر قدامكم، قدام حضراتكم اهو. نحط شوية من التوابل مع البسلة والجزر والبصل والفلفل واللحمة المفرومة، وعملنا شوية رز معاه، رز مصري سلقناه، شوية مية بتغلي، ضفنا معاه الملح والتوابل. بعد ما سلقناه حوالي 2 دقيقة بالظبط صفناه من المية بتاعته. لو عند حضرتك بيون بتحطي مغرفة واحدة بس من البيون، ونضيفه على الخلطة بتاعتنا الجميلة. حشوات جميلة، اللي عايز ياكل الجلاش هي أول. ألو، السلام عليكم، مرحبا أم أسماء. ألو، السلام عليكم. اهلين ام اسماء، مرحب. عليكم السلام، الله ينور يا سيدي. وعليك يا ام اسماء، تسلمي تسلمي. ثلاثة زي العسل والله. والله يا ام اسماء بتحرقونا كلكم ذوق والله. الله الله يحفظكم. ثلاثة زي العسل يا سيدي. تسلمي تسلمي يا ام اسماء، ربنا يبارك فيكي، تسلمي لي.
ربنا يبارك فيك. اي سؤال ولا اي حاجه في عند حضرتك؟ عملنا المكرونه جميله. تسلمي لي يا ام اسماء، تسلمي لي. عايزه اي حاجه؟ طيب اي الله يخليك يا شيخ، الله يخليك. تسلمي، ربنا يزيدك يا ام اسماء، وربنا يحفظ لك اسماء يا رب. تسلمي لي. حطينا الفحمايه يا ام اسماء زي ما انت شايفه، شكرا ليكي وخليكي معانا صديقه البرنامج. حطينا الفحمايه وسنه زيت او سنه سمن صغير، ونكبس على الرز عشان نديله الدخان الجميل ويطلع معانا الطعم الممتاز مع الكفته كابتن محمد. ما تنساش الكفته طبعا في الفرن دقيقه واحده بالظبط. فرشه بعد كده بالفرشه، وناخد شويه من السمن والزيت وندهن الطاجن او الطبق، ونجيب صينيه ممكن نعمله في الطاجن سهل جدا وبسيط، وناخد الجلاش او ورق البقلاوه الجاهز. بنجيب لكم حاجات سهله خالص وبسيطه خالص، وفي نفس التوقيت حشوات حلوه. بعد ما حطينا الملح الحشوه بتاعتنا والتوابل، هنسيبها حوالي دقيقه بالظبط، دقيقه عشان ادخلها الفرن دلوقتي بالتركه الجميله والريحه الممتازه. شويه من مكعبات مرق الدجاج اختياري مع التوابل. على خشب ام عبد الله، السلام عليكم. مرحبا. الو الو، السلام عليكم. مرحبا ام عبد الله. وعليكم السلام. الله ينور عليك يا شيخ. وعليك وعليك يا ست الكل، تسلمي لي. الله ينور عليك. تسلمي لي يا ست الكل، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. الله اكبر على الحاجه، على الحاجه. الله يحفظك. الله عملناها جميله. تسلم يا ست الكل يا اصيله، تسلم، ربنا يحفظك. جميله والله. تسلمي لي، تسلمي لي. بناخد ورقه الجلاش. عملنا الكفته زي العسل والله. تسلمي 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 ام عبد الله، ربنا يديك الصحه يا حاجه ويبارك لنا فيك يا رب ويحفظك. تسلمي لي. سلم ايديك يا حبيبي. عايزه اي حاجه ست الكل؟ عايزه اي حاجه تؤمر باي حاجه؟ جميله جميله قوي، جميل. تسلمي لي، تسلمي لي والله العظيم، انتوا اللي اجمل. احلى مشاهدين واحلى متصلين لقناه الصحه والجمال، خليكم معانا على طول. ام رتاش السلام عليكم. وعليكم السلام. الو ام رتاش السلام عليكم. أمورينا ست الكل، مرحبا. ممكن تعمل لي تركة الرز اللي انت لسه مسويها؟ اعمل ايه؟ مرتاج معايا. الو. هي يا فندم. مع حضرتك يا فندم، أمورينا. انا عايزه لسه. عايزه عيش شامي؟ الجلاش باللحمه. عينينا ست الكل، عينينا. الجلاش باللحمه، الاوزي باللحمه المفرومه النهارده والحاجات، بدل ما احنا نعمل. الو السلام عليكم. الو، نورتينا ام مرتاج، نورتينا، وان شاء الله هرد على السؤال بتاعتك حضرتك على طول. الو. مرحب مرحب استاذ فوزي، مرحب يا حاج، مرحب. اخبارك يا حبيبي؟ الله يحفظك يا عم الحاج، ربنا يزيدك. تسلم لي. والله يا حاجتك جميله جدا والله. والله يا حاج انت بتحرجونا والله، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك لنا فيكم يا رب. منور دايما كده. تسلم لي يا حاج، تسلم لي. اي اوامر عندك؟ اي سؤال ولا اي حاجه يا عم الحاج تحب تاكلها؟ عاوزه طريقه تتبيل الشباب الضاني. عينينا يا حاج، عينينا الكباب، هنعمل لك الحلقه الجايه على عينينا، على عينينا يا حاج، على عينينا يا حاج فوزي. متشكرين اتصالك يا حاج فوزي، نورتنا وخليك معانا صديق البرنامج دايما على طول. الو السلام عليكم. ام احمد مرحبا. عليكم السلام. مرحبا ام احمد، مرحب. ربنا يخليك. امورينا ست الكل، مرحبا. اكلاتك كلها بنعملها والله يا شيف، وتسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي انت بتعملها. تسلمي يا ام احمد، ثقه غاليه والله العظيم، ثقه غاليه لينا والله. متشكرين يا ام احمد، ربنا يحفظك. يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب، وكلنا بنتعلم منك والله. تسلمي لي يا ست الكل، انتوا احسن والله، ربنا يبارك فيك. تسلمي تسلمي. ربنا يخليك. انا ام احمد من جسون كفر الشيخ. احسن ناس والله العظيم كفر الشيخ. يا مرحب بيك يا ام احمد، يا مرحب بيك، نورتينا ونورت البرنامج. عندك اي سؤال؟ الو السلام عليكم. ياسمين مرحبا. ادي الاوزي ياسمين زي ما احنا شايفين، بعد ما عملنا طبقتين منه هنبدا نقلب الجلاش بتاعنا. ياسمين الو السلام عليكم. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ ازيك يا سمونه، مرحبا. منور. الله يخليك يا ياسمين، منورانا يا سمونه. منور. تسلم على ايدك على الاكلات الجميله بتاعتك. الله يخليك يا ياسمين، تسلمي لي يا سمونه. يعني. تسلم يا حبيبي، تسلم. منور الستة كلها. تسلم تسلم يا غالي، الله يبارك لك. تسلم ياسمين. عندك اي سؤال يا ياسمين؟ ممكن طريقه البيكاتا؟ البيكاتا عينينا ليك يا سمونه، حاضر عينينا يا حبيبي. البيكاتا، نعمل البيكاتا ونعمل كل اللي انتوا عايزينه. اي حاجه تحبوها قولوا لنا عليها واحنا نعملها على طول فوري. احنا خدنا ورقتين من ورق البقلاوه. شكرا يا ياسمين على اتصالك، وخليكي معانا صديقه البرنامج. اتفضل. سمر السلام عليكم.
سمر. استاذه سمر مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحب مرحب استاذه سمر منورانا. ده نورك والله يا شيخ الحلاوه دي. تسلمي والله حلاوتك انت يا باشا، ربنا يحفظك. تسلم امري. والله يا شيخ انا كنت كان عندي بس سؤال، انا بعمل المحشي وكده ما اعرفش بيعجن مني ليه، والورق كله بيتفك وكده. على عينينا على عينينا. والدنيا بتبقى بايظه معايا خالص. لا لا والله ما بنبوظ، ما بيكونش في صوابع خالص من المحشي. اكيد اكيد يا سمر بتسرح كده ولا كده، دماغك مشغوله بالفيس والبتاع ده مع صحباتك والكلام ده كله. لا والله ولا عندي فيس ولا عندي الكلام. لا خلاص ما دام ما عندكيش فيس احنا يعني على طول الوقت لسه داخله المطبخ قريب. فبتبوظ مني حاجات كتير. على عينينا يا سمور، على عينينا يا بابا، على عينينا على عينينا على عينينا. حاضر انا اقول لك على الطريقه بتاعتها حالا على طول. حاضر على عينينا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. فاطمه مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه فاطمه. مرحب بيكي. ازيك يا استاذه فاطمه؟ ازيك يا زين عامل ايه؟ والله زي الفل الله يحفظك. تسلمي. الله يخليك منور الشاشه والله يا سيدي. الله يخليك الله يخليك استاذه فاطمه. تسلمي يا غالي. تسلمي. الله يخليك. عجبك الاكل ولا لا، ولا انت بتقولي كده مجامله وخلاص؟ لا جميل والله منور يا سيدي. تسلم تسلم يا غالي، ربنا يحفظكم يا رب ليك. عايزين نعرف طريقه الشكلمه. طريقه ايه؟ الشكلمه. عينينا الشكلمه حالا على طول يا بطوطه، هنعملها لك على طول دلوقتي. النهارده الحلو معانا هو الشكلمه على طول حالا. الاوزي من اول وجديد عملناه بورق البقلاوه، ورقتين من البقلاوه، وفي اي طبق ما عند حضرتك ممكن نعمله في الطاجن زي ما هو ونسويه، ما فيش اي مشاكل. شوف الفرن يا محمد بعد اذنك، نسويه في الطاجن زي ما احنا شايفين اهو. بننزل بيه وادي الحشوه بتاعتنا الجميله بعد ما عملناها بالبسله والخضار، اي خضار تحبوه نزلوها معاكم، او اي مكسرات ما فيش اي مشاكل. هو المفروض ان هو بيتعمل مكسرات كتير، لكن النهارده في اكله بسيطه مصريه بنحاول بقدر الامكان ندخل لكم حاجات بسيطه وسهله وامكانيات على قدنا، وفي نفس التوقيت سفرتنا ما يكونش على قدها، سفره يكون في متناول الجميع وعلى حسب ذوق الجميع. ان شاء الله هنظبط لكم كل حاجه بطريقه مبسطه وسهله وامكانيات سهله جدا، من غير ما نضر جيوبكم ولا نضر مزاجكم، هنظبطها لكم تمام التمام. زي ما احنا شايفين طبقنا ورقتين من ورق البقلاوه وورق الجلاش ودخلناها مع الطاجن او في اي طبق. بعد كده حطينا الحشوه بتاعتنا اللي هي اختياريه زي ما انتم عايزين، ما تكتفوش نفسكم على حاجه معينه. بعد كده بقلبها وابدا ادهن تاني سمنه او زيت زي ما احنا شايفين اهو. شاكرين جدا طبعا للناس اللي بتتصل بينا، بتشجعونا والله على اتصالاتكم الجميله وكلامكم الكل ذوق و100 100، بتخلونا مستمرين ما دام الكلام الحلو معاكم. والمحشي عشان العروسه اللي قالت لنا الوقت عشان ما يفكش منها، اساس تركات المحشي اهم حاجه ان انا ما زودش البيوم بتاعي في المحشي بيكون كتير. والتاني حاجه لما اجي افرغ الكوسه او البتنجان يكون مفرغ كويس من جوه. هنعمله ان شاء الله باذن الله في حلقه كويسه، او لو انت حضرتك مستعجل عليه خش على اكله بسيطه مصريه، عاملين كل طرق المحشي، الكوسه والفلفل والبتنجان وورق العنب هيكون معاكم برضو باذن الله. والكرنب برضه هنعمله مع حضراتكم. الكرنب اهم حاجه في السليق بتاعه ان احنا نسلقه ب نحط واحد عدد من البصله والفلفل في الميه بتاع السليق مع الحبهان والورق اللوري، ونسلقه كويس يتسلق ما يكونش يتهري معانا. لازم الحاجات دي تكون عمليه ان شاء الله باذن الله، هنقولها لكم على الطريقه باذن الله عملي بطريقه سهله ومبسطه جدا جدا. عملنا الاوزي، هندخله على النار على درجه حراره 180. نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نشوف هنعمل ايه. ورجعنا مع حضراتكم تاني قبل الفاصل. عملنا مع حضراتكم رز البسمتي بطريقه مختلفه وسهله وبسيطه، عملنا كفته الحاتي، كفته الحاتي طلعت معانا كملش 5 دقايق بالظبط، وعملنا الاوزي السوري او الشامي بطريقه طريقه الجلاش بالظبط، حاجه بنحط فيها الحشوات اللي احنا عايزينها على قد امكانياتنا. يلا بقى نروح للحلو بتاعنا عشان البرنامج بتاعنا حلو وحادق. يلا نروح للشكلمه اللي عنده جوزة الهند من رمضان واحنا داخل علينا رمضان،
الاستاذه اللي سالت علينا المره فاتت احنا بنجاوبها المره دي. تعالوا معانا 4 كوبايات من جوز الهند، الشكلامه طبق شرقي ممتاز، كوبايتين من الحليب، عدد 3 بيضات، ربع كوبايه من السكر، فانيليا، معلقه من العسل الجلوكوز، معلقه من الدقيق من الدقيق، معلقه دقيق، 4 كوبايات من جوز الهند، 3/4 كوبايه من السكر، 2 كوبايات من الحليب، بسم الله، 2 كوبايات من الحليب، 2 معلقة من السمن. بطريقه سهله خالص ومبسطه جدا جدا، ايه، 1 معلقة من العسل الجلوكوز، بسم الله. اهم حاجه العسل الجلوكوز في الشكلامه لها طرق كتير جدا، ممكن تعمل بالصميت، بصميت البسبوسه، ممكن تعمل بكذا طريقه. طريقتنا سهله ومبسطه، بنجيبها لكم بطريقه كويسه. حطينا الحليب، حطينا السمن، 1 معلقة من العسل الجلوكوز، بسم الله، متوفر جدا عند خامات الحلواني، ولو حضرتك عايزه تستبدليه بعسل ابيض ما فيش اي مشاكل، على حسب الامكانيات. استاذه ايمان السلام عليكم، ضفنا الحليب، ضفنا استاذة ايمان، ضفنا الحليب، ضفنا السمن، ضفنا العسل الجلوكوز. الو السلام عليكم، نور الشاشه، ازيك يا ايمان، احنا بنحبك قوي يا سيدي، والله يا عسل انت سكر، تسلمي. عايزين الكريب، عينينا يا ايمان، عينينا يا حبيبي، على عينينا يا بابا، حاضر، شرفتينا يا باشا، شكرا لاتصالك يا ايمان. حطينا الحليب، حطينا العسل الجلوكوز، مجرد ان هو يدفى معانا او يسخن معانا العسل مع الحليب مع السمن. استاذ محمد السلام عليكم، عاوز اعمل الو السلام عليكم استاذ محمد، الو السلام عليكم. الف سلامه حبيبي، الف سلامه، اشرب عصير برتقال بالجزر يا حماده. الو ايه، علي صوتك يا حمادة. حاضر شكرا، اؤمر، اي سؤال، اسلم ايدك. طلع الاوزي معانا الجميل. الو السلام عليكم عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن مرحبا، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عامل النهارده سمعت الكيكه، عينينا حبيبي، عينينا، عشان انت تيجي بدري، عينينا يا حبيبي، حاضر يا عبد الرحمن، حاضر، هعملها لك على طول يا حبيبي، حاضر، شكرا يا عبد الرحمن لاتصالك، خليك معانا على طول، شكرا لكل مشاهدينا. حطينا الحليب، حطينا السمنة، حطينا العسل الجلوكوز، ده بالعسل الجلوكوز مع الحليب والسمن، هنحط 3/4 كوبايات السكر، بعد كده هقلب البيض بتاعي من هنا، هقلب البيض، 3 بيضات اهو، مع الفانيليا او ميه الورد على حسب ما تحبه، وننزل بالبيض شويه شويه، على طول على طول، تقليب باستمرار، وحطينا الفانيليا معاها الجميله، بعد كده 1 معلقة من الدقيق، نربط شكلامه، ممكن يستبدل بالصميط، بعد كده هنضيف جوز الهند عليها ونقلب، بسم الله، 4 كوبايات جوز الهند، 2 كوبايات من الحليب، والعسل 1 معلقة، 3/4 معلقة من 3/4 معلقة من السكر، مع الفانيليا، مع الحاجة الجميلة، وقلبناها. يلا على طول عشان الوقت معاكم بيعدي سريع. عملنا ال4 حاجات، نجيب الصينية مدونة سمن، الصينية محمد بعد إذنك. أم معاذ السلام عليكم، وادي رطاس الحلواني يا أم معاذ على طول أهو، مرحبا، منور الشاشة، الله يخليك يا أم معاذ، تسلمي، تسلم ايدك على الاكل، تسلم يا غالي، برطاس الحلواني معايا ام معاذ، مرحب بيكي، تسلم تسلم، الله يبارك لك. اي اوامر، اي حاجه عايزاها؟ عايزه طريقه كباب الحل، عينينا، حاضر، كباب الحل، حاضر حاضر، عينينا، لكل اسئله الناس اللي اتصلوا بينا وسالونا، الوقت البرنامج بيعدي معاكم سريع جدا، شكرا يا ام معاذ لاتصالك، خليكي معانا صدقه البرنامج. بعد كده بنزينها بالكريز، اللي ما عندوش قرطاس حلواني، قرطاس حلواني بيتباع بسيط او بثمن بسيط، هنحط الكريز بتاعنا، يضيف عليها 1/2 كوباية من جوز الهند تاني، ونكورها بايدينا ونعملها اي كويرات صغيره، بعد كده بنضيف الكريز،
بتهم بكريسبي وندخلها على درجه حراره الفرن 180 لمده 5 دقائق بالظبط، تاخد وش معانا وتعمل اللون الذهبي. حاجات سهله وبسيطه جدا بامكانيات بسيطه عملناها. الوقت سريع سريع، دخلها الفرن يا محمد ويلا نغرف معانا الرز على طول عشان نشكل احلى طبق. وادي الاوزي، حاجه الجميله جلاش ما بياخدش وقت، سويناها مع الخضار والحاجات الجميله. هات طبق الرز يا محمد، وادي الرز بعد ما حطينا فيه الفحمايه والريحه الجميله، لانذار الوقت هيضرب عشان الريحه الحلوه دي. بسم الله، بس سلام، هات لي طبق الرز، طبق رز. تسلم ايدك، سريع سريع سريع، على طول على طول على طول. حط الوز فوق يا محمد، الله ينور، احسن الشكلمة اطلع، الشكلمة بتاعتنا، السيرب بتاعها كوبايه من الميه، كوبايه من السكر، واحد عدد عصير من الليمون، معلقه واحده. لو مش عايزين تسقيها شربات، اول ما تطلع من الفرن على طول بالسيلفر ونغطيها هتطلع، هتطلع معاكم. الو السلام عليكم مروه. الو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مروه؟ منور الشاشه. الله يخليك يا مروه، تسلم يا حبيبي. عامله ايه، اخبارك؟ كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا مروه. الله يخليك يا شيخ. السنه دي هتصوم يا مروه ان شاء الله صح؟ اكلاتك جميله قوي والله. انت اجمل يا مروه. عايز اي حاجه يا مروه؟ اه عايزه طريقه كفته الفراخ. عينينا يا حبيبي عينينا، هنعمل لك كفته الفراخ واللي انتوا عايزينه تحت امركم. باي. الف سلامه يا حبيبي، شكرا لاتصالك. ونشكل بشويه زبيب. نشكل باي تشكيل زي ما انتوا عايزين، اللي يحب مكسرات كتير يضيف مكسرات، اللي ما يحبش مكسرات مفيش اي مشاكل. مع الكفته دخلناها مع الجمال والفن والدلع والدلال في اكله بسيطه مصريه. وادي الشكلمه مع عصير البرتقال، سلطه الطحينه والسلطه الخضراء في اكله بسيطه مصريه. الحلو والحادق هتلاقوها هنا في اكله بسيطه مصريه. كل امكانياتنا بسيطه لكل بيت مصري، وكل الناس اللي بتتفرج علينا من خارج البلاد متشكرين لهم جدا طبعا. ويا رب يكون الاكلات المصريه البسيطه بتعجبكم. اي اكلات تحبوها ابعتوا لنا على اكله بسيطه مصريه على الفيس او على اليوتيوب. اكله بسيطه مصريه الشيف ماجد حمزاوي، عملنا الاربع حاجات بطريقه سهله ومبسطه. الرز البسمتي مع كفته الحاتي الجميله، مع كفته الحاتي عملناها بالمعلقه وعملناها بالسياخ بتاعتها بتاعت الشاوي، سهله جدا وبسيطه جدا. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب يكون كلامنا او حلقتنا بتكون خفيفه على قلبكم وخفيفه على جيوبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل يوم اربع ان شاء الله الساعه 12 الظهر في نفس القناه، اكله بسيطه مصريه، الصحه والجمال. السلام عليكم.